اليوم كان لنا الشرف في حضور تجمع اهلنا من مجلس عشائر شمال موصل في مضيف امير الساده الحديدين الشيخ احمد الورشان وتم خلال هذا التجمع المبارك استعراض واقع محافظ نينوى وما هي السبل للارتقاء بالمدينه ومعالجه مشاكلها وكذلك عمليه اختيار مرشحي مجلس النواب للمرحلة القادمة اللي تكون مبنية على أسس وطنية عابرة للقومية والمذهبية والدينية. فحقيقة استعرضوا المبادئ ائتلاف النصر اللي مبنية على الأسس الوطنية كما تحدثنا. ومبادئ وافكار قيادات ائتلاف النصر المتمثل بشخص الدكتور حيدر العبادي فحقيقه المرحله تستوجب ان تكون هناك رجال من المحافظه للوقوف, للوقوف خلف هذه القياده لتنفيذ المشروع الوطني هناك الكثير من رجال محافظين يتمتعون بقدر عالي من الهمه والمسؤوليه ليكونوا أدوات في البناء وإعادة وضع نينوى ووضع العراق إلى المستوى الذي يستحق البلد لما يمتلكه من عمق تاريخي واجتماعي وحضاري نسأل الله التوفيق وإن شاء الله المرحلة القادمة تكون أفضل بعون الله تم اليوم انعقاد عشائر شمال الموصل بمضيف الشيخ أحمد الورشان وتم التثقيف والتوجيه على انتخاب حركة عطاء للشيخ فالح الفياض كسرا للطائفية وجمعا للمجتمع العراقي بجميع أطيافه وتوجيه الشارع الموصلي والعشائر والقبائل في المنطقة إلى انتخاب هذه القائمة التي ضحت من أجل هذا البلد وهذا الوطن العظيم ونرجو أنه انتخاب الناس انتخاب الرجل المناسب في المكان المناسب وانتخاب السيد العبادي توجيه الشارع الموصلي لانتخاب قائمه السيد العبادي تم اللقاء في مضيف الشيخ احمد الورشان الشيخ ابو فهد نحن مجلس شيوخ ووجهاء شمال العراق ندعم الحركه حركه العطاء برئاسه الشيخ فالح الفياض